أعزائي طلبة الدراسات العليا دبلوم الحاسب الآلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هدرس لكم تحليل التباين وتصميم التجارب. تحليل التباين وتصميم التجارب في حاجتين، في تحليل التباين في اتجاه واحد وتحليل التباين في اتجاهين. أول حاجة هناخدها تحليل التباين في اتجاه واحد اللي هو اسمه One Way ANOVA، يعني هتلاقيه في الكمبيوتر أو في الإكسل أو في الإس بي إس إس تحت عنوان One Way ANOVA. ANOVA يعني Analysis of Variance، اختصار لـ Analysis of Variance. الهدف من تحليل التباين اتجاه واحد معرفة ما إذا كان هناك فرق جوهري بين متوسط ثلاث مجتمعات أو أكثر، ثلاث مجتمعات، أربع مجتمعات، خمس مجتمعات، هل في فرق جوهري بينهم ولا مفيش فرق جوهري بينهم؟ إحنا في الأحسن نتكلم دايما عن الفروق الجوهرية، أي حاجة في فرق بينها وبين التانية، لكن المشكلة اللي بندور عليها وبنتكلم عليها دايما هي الفروق الجوهرية التي يعتد بيها إحصائيا. الحقيقة في عدة شروط أو فروض لتحليل التباين في اتجاه واحد. أول حاجة إن العينات تكون مستقلة ومسحوبة بطريقة عشوائية. تاني حاجة إن المجتمعات المسحوب منها العينات تكون موزعة توزيع طبيعي. ثالث حاجة تباين المجتمعات يكون متساوي. العينات مستقلة معناها ان المفردات اللي في العينة الاولى ما تتكررش هي في العينة التانية. يعني مثلا لما نيجي نقول عايزين نقارن بين طلبة سنة اولى وطلبة سنة تانية وثالثة ورابعة، ما فيش طالب في سنة اولى، هو هو في سنة تانية ولا هو هو في سنة ثالثة. هنا دول مستقلين عن بعض، كل فئة مستقلة عن الفئة الايه التانية. مسحوب بطريقة عشوائية، طبعا الإحصاء كلها بتعتمد على العشوائية، ما ينفعش أبدا، أو ما عكس العشوائية إيه؟ تحيز. طبعا إحنا ما فيش حاجة فيها تحيز، طبعا فير كله فير. أما المجتمعات المسحوب منها العينات موزعة توزيع طبيعي، حضراتكم عارفين التوزيع الطبيعي ودرستوه قبل كده. التوزيع الطبيعي اللي هو معناه إن القيم المتطرفة سواء كانت صغيرة أو كبيرة قليلة، والقيم الثانية متوسطة القيمة. تعرفين ان التوزيع الطبيعي وخصائصه طبعا ودراسته دراسة مستفيضة. اما تباين المجتمعات متساوي، ده افتراض، احنا بنفترض ان تباين المجتمعات متساوي. اذا اختل شرط من هذه الشروط فما ينفعش تحليل التباين. في حاجة تانية، في حاجة اسمها الاحصاءات اللامعلمية بقى. لو اختل احد هذه الشروط التلاتة، الشروط الثلاثة دي أو الفروض الثلاثة دي اسمها فروض التصميم تام التعشية. تام التعشية يعني كله عشوائي. التعشية يعني ترمز إلى أو تشير إلى العشوائية. العشوائية مش معناها الهمجية، العشوائية يعني هي عدم التحيز، يعني ما بنقصدش. الطريقة دي بتمشي ازاي؟ بيجيب حاجة اسمها فيه المحسوبة. فيه المحسوبة دي لو أصغر من أو يساوي فيه النظرية يبقى مفيش فرق جوهري، أو نرفض الفرض الأصلي. لو أكبر يبقى فيه فرق جوهري أو نرفض الفرض الإيه الأصلي. الفرض الأصلي اللي هو مفيش فرق جوهري دايما، دايما الفرض الأصلي هو لا يوجد فرق جوهري. لو فيه المحسوبة أصغر يبقى لا يوجد فرق جوهري، أكبر يبقى يوجد إيه فرق جوهري. إزاي نحسب فيه المحسوبة اللي فيه كالكوليتد، فيه النظرية اللي هي فيه ثيوريتيكال اللي هي بنجيبها من الجدول بطريقة معينة هوريها لحضراتكم دلوقتي. هنا في مثال أهو عشان الكلام يبان، في مثال يقول اختار ثلاث عينات عشوائية، طبعا لازم تبقى عشوائية،
حجمها على التوالي 6 و5 و4، يعني العين الأولى حجمها 6 أشخاص والعين الثانية حجمها، مش لازم يكونوا متساويين، ممكن يكونوا متساويين ممكن ما يكونوش متساويين. العين الثانية حجمها 5، العين الثالثة حجمها 4 مفردات، 4 طلاب يعني. العين الأولى من الطلبة تعليم النظامي، والثانية انتساب، والثالثة تعليم مفتوح، وشاف كل طالب بيذاكر كم ساعة، فلقى الطالب الأولاني في شعبة النظام بيذاكر 4 ساعات، والثاني 5 ساعات، والثالث 7 6، الطالب الخامس ما بيذاكرش، والطالب السادس 8، وكذلك في انتساب 7 و6 و3 و2 و4، ومفتوح 6 5 8 9، مجموع ساعات الطلبة النظامي 30، والانتساب 22، والمفتوح 28، مجموع كل الساعات على بعضيها بيساوي 80. فالمشكلة دلوقتي عايزين نعرف هل الفرق جوهري بين طلبة نظامي وانتساب وتعليم مفتوح، ولا مفيش فرق جوهري؟ ولازم في فرق طبعا، بس المشكلة في هل هذا الفرق جوهري أم أنه فرق غير جوهري ولا جوهري. طبعا بفرض لازم يقول بفضل أن المجتمعات المسحوب منها العينات موزعة توزيعا طبيعيا ولها تباين متساوي، أو بفرض التصميم تم التعشية، لأنه لو مقالش هذا الكلام يبقى بنستخدم حاجة تانية اللي هي الإحصاءات اللامعلومية. والمطلوب بمستوى معنوي ألفا بتساوي 5%، يعني القرار احتمال الخطأ في 5%. هل يوجد اختلاف جوهري بين الشعب الثلاثة؟ أو اختبر الفرد القائل بعدم الاختلاف، أو اختبر الفرد الأصلي. هنشوف المسألة دي تتحل ازاي، وخطوات الحل تبقى ماشية ازاي. الحقيقة أول حاجة قبل ما نشتغل ونشوف خطوات التمرين، خطوات أسئلة التمرين 6 خطوات، بس قبل ما نشتغل لازم نجيب شوية بيانات. البيانات الأسئلة التمرين، أول حاجة بنجيب مجموع القيم اللي هي مجد صاد، مجموع القيم كلها، يعني الرقم الأولاني 4 والتاني 5 والتالت مش عارف كام، آخر رقم في كل البيانات كان 9، 4 + 5 + وهكذا وهكذا 83، دي اسمها مجد صاد. بعد كده بنجيب مجموع مربعات القيم اسمه مجلسات تربيع، اللي هو 4 تربيع + 5 تربيع + مش عارف كام تربيع ده وهكذا، كلهم زي 9 تربيع هتطلع 510. بعد كده بنجيب حجم العينة الكلي، حجم العينة الكلي رمز نون، يعني نون 1 + نون 2 + نون 3، حجم العينة الأولى 6 وحجم العينة الثانية 5 و3 4، يبقى حجم العينة الكلي 15، وعدد العينات أو عدد الأعمدة أو عدد المعالجات كاف دي عبارة عن 3، يبقى البيانات الأساسية للتمرين دي عبارة عن مجموع القيم كلها مقصاد، مجموع مربعات القيم مقصاد تربيع، حجم العينة الكلي نون اللي هي بتساوي نون 1 + نون 2 + نون 3 + نون 4 نوجد يعني، عدد العينات أو عدد الأعمدة أو عدد المعالجات رمزها كاف دي هتساوي 3. دي البيانات الأساسية للتمرين 4 حاجات، مقصاد ومقصاد تربيع ونون، حجم العينة الكلي، وعدد الأعمدة كاف، دي بتساوي 3. خطوات الحل فيه 6 خطوات الحقيقة. أول خطوة الفرد الأصلي، نحط الفرد الأصلي أو فرد العدم. الفرد الأصلي أو فرد العدم يعني لو فرد عدم الاختلاف ما بين متوسط المجتمعات، يعني 101 يعني لو متوسط المجتمع الأولاني هيساوي 102 اللي هو متوسط المجتمع الثاني، هيساوي 103 اللي هو متوسط المجتمع الثالث. دي الفرد الأصلي اللي هي الخطوة الأولانية من 6 خطوات، اللي هي 101 يساوي 102 يساوي 103، أو لا يوجد فرق جوهري بين متوسط المجتمعات المسحوب منها العينات. بالكلام يعني لا يوجد فرق جوهري، ما هو ده بيساوي ده بيساوي ده، يعني مفيش فرق بينهم. الخطوة الثانية الفرد البديل، الفرد البديل يوجد متوسط واحد على الأقل مختلف، يعني في فرق جوهري، يعني ممكن 101 بيختلف عن 102 بيختلف عن 103، أو 101 لا يساوي 102 لكن 102 بيساوي 103 وهكذا، يعني في على الأقل متوسط واحد منهم مختلف. الخطوة الثالثة ثالثا المستوى المعنوية اللي هي significant level اللي هي ألفا إيكوال 5%،
لو المستوى المعنوي لاحتمال اتخاذ القرار الخاطئ. رابعا المقياس الاحصائي المناسب دايما توزيع فيه في تحليل التباين بنستخدم توزيع تي، هو تحليل التباين في 6 خطوات، دول 4 خطوات: الفرد الاصلي والفرد البديل والمستوى المعنوية والمقياس الاحصائي المناسب توزيع فيه. دي 4 خطوات، يبقى ناقص خطوتين. الخطوة الخامسة العمليات الحسابية. العمليات الحسابية دي 3 خطوات، خامسا هما 6 خطوات، خامسا العمليات الحسابية 3 خطوات. بنجيب حاجة اسمها مجموع المربعات الاختلاف الكلي اللي هي ميم ميم كاف، أو اس اس تي، اس اس توتال، أو توتال سم سكوير. يعني مجموع المربعات الكلي اللي هي هتساوي مقياسات تربيع ناقص مقياسات الكل تربيع اللي فوق بس على نون. مقياسات تربيع 510 زي ما حسبناها قبل كده في البيانات الأساسية للتمرين، ناقص مقياسات اللي هي 80 الكل تربيع على نون على حجم العيال الكل اللي هو 15. اس اس تي هتطلع 83333. الخطوة الثانية في خامسا إيجاد مجموع مربعات الاختلاف بين المجموعات أو بين الأعمدة أو بين المعالجات، كلها أسامي تؤدي إلى نفس الهدف. مجموع مربعات الاختلاف الكلي الأولانية اس اس تي، مجموع مربعات الاختلاف بين الأعمدة أو بين المجموعات أو بين المعالجات اسمها اس اس تي ار تريتمنت، يعني اس اس تريتمنت تي ار، دي هتساوي مجموع العمود الاولاني كل تربيع على حجم العينه الاولى على لون واحد، مج عين واحد كل تربيع، مجموع العمود الاولاني كل تربيع على لون واحد، زائد مجموع العمود الثاني كل تربيع على لون اثنين، زائد مجموع العمود الثالث، وهكذا وهكذا، ناقص مج صادق كل تربيع للي فوق بس على لون. دي حضراتكم هتساوي مجموع العمود الاولاني 30 تربيع على 6 على لون واحد، زائد 22 تربيع على 5، زائد 28 تربيع على 4، ناقص مج صاد اللي هي 80 الكل تربيع اللي فوق بس على 15، يبقى 16 و3 و30، 16 و13 مليون. يبقى العمليات الحسابية أول حاجة جبنا اس اس توتال أو اس اس تي كان 83 33. الخطوة الثانية بنجيب مجموع مربعات الاختلاف بين، أو حتى بيسموها بتوين، تلاقي في الجداول كلها مكتوب بتوين، بين الأعمدة أو بين المعالجات الـ SS treatment يعني اللي هي 1633. الخطوة الثالثة بعمل ما يسمى بجدول تحليل التباين أو ANOVA table. الخطوة الثالثة جدول تحليل التباين أو الأنوفا table، نشوفه بيتعمل إزاي. جدول تحليل التباين او الانوفا تيبل دوت ده عباره عن 5 اعمده. العمود الاولاني مصدر التغير اللي هو سورس اوف فاريشن، العمود الثاني مجموع المربعات سم سكويرز، العمود الثالث اسمه درجات الحريه ديجري اوف فريدم او دي اف، العمود الرابع اسمه متوسط المربعات او التباين، المجموع العمود الخامس والاخير اسمه اف نجمه او اف المحسوبه. مصدر التغير حاجتين، في المعالجات اللي هي اس اس تي ار اللي جبناها قبل كده اللي 16 و13 من 100، واس اس توتال اللي هو الكل يعني ده جبناه 83 33 من 100. الفرق بينهم اس اس اي اللي هو اس اس ايرور او البواقي. يبقى مصدر التغير 3 حاجات، الكل اس اس توتال اللي جبناه 83 33 بالاحمر، واس اس تريتمنت اللي هي المعالجات اللي جبناها في الخطوه الثانيه 16 و13. اما بالنسبه للبواقي اللي هي اس اس ايرور اس اس اي اللي هو الفرق بين ال 83 وال 33، 83 33 وال 16، الفرق بين ال 83 وال 16 يطلع 67.2. ده العمود الثاني اللي هو مجموع المربعات. درجات الحريه بقى، العمود الثالث درجات الحريه. درجات الحرية بتاعت المعالجات دايما كف ناقص واحد، دي عدد الأعمدة ناقص واحد، كانوا 3 أعمدة ناقص واحد باتنين. درجات الحرية ده قانون، كف ناقص واحد ده قانون، عشان كده كاتبه بالأحمر. درجات الحرية بتاعت التوتال اس اس توتال نون ناقص واحد، نون كانوا 15 ناقص واحد ب 14،
درجات الحرية بتاعت البواقي اللي هي نون ناقص كاف 15 ناقص 3 ب 12، دي تتحفظ، دي قانون. درجات الحرية بتاعت المعالجات على طول كاف ناقص 1، عدد الأعمدة ناقص 1 أو عدد العينات ناقص 1. ودرجات الحرية بتاعت التوتال نون ناقص 1 حجم العين ناقص 1 اللي هو 15 ناقص 1 14. درجات الحرية بتاعت البواقي نون ناقص كاف اللي هي 15 ناقص 3 ب 12، ولما تجمع 2 و12 يبقى 14. يبقى كده احنا خلصنا من العمود الايه؟ التالت، درجات الحرية. العمود الرابع اللي هي متوسط المربعات او التباين، دي عبارة عن العمود 2 على العمود 3. العمود 2 على العمود 3 يعني 16 و13 على 2 فيها 8.65 من 1000. 67 و2 من 10 على 12 فيها 5 و6 من 10. الأخرانية مش عايزينها بتاعت التوتال دي، متوسط المربعات بتاعت التوتال ما بنحتاجهاش. الفهم المحسوبة بقى آخر خطوة، اللي هي بنقسم متوسط مربعات المعالجات على متوسط مربعات البواقي. يعني بنقسم 8.65 من 1000 على 5.6 من 10 هتطلع 1.44. دي فهم المحسوبة اللي أنا بدور عليها، اللي أنا هقارنها بفهم النظرية. والله دي لو أكبر يبقى في فرق كبير وجوهري، لو أصغر يبقى الفرق صغير وراجع للصدفة. الفهم المحسوبة أنا طلعتها 1.44. نجيب فيها النظرية من جدول فيه في آخر الكتاب، جدول توزيع فيه. احنا بنجيبها ازاي؟ بنجيب فيه النظرية دي من الكتاب ازاي؟ هو ممكن يديلك في المسألة في التمرين وممكن تطلعها. بتطلعها ازاي؟ درجات الحرية هنا بدرجات حرية 2 و12، اللي هو الاثنين دي بتاعت كاف ناقص 1 ودي نون ناقص كاف. يعني ايه درجات الحرية بدرجات حرية 2 و12؟ فيه النظرية يعني نبص في الجدول في العمود رقم 2 والصف رقم 12. العمود الرقم الاولاني يمثل العمود رقم 2 في جدول توزيع ف، والرقم الثاني يمثل الصف. يعني نبص في العمود 2 تحت العمود 2 والصف رقم 12 نلاقي فيه النظريه 3.49. انا هقارن فيه المحسوبه بفيه النظريه. فيه المحسوبه 1.44 والنظريه 3.49. المحسوبه اصغر من فيه النظرية، يبقى لا يوجد فرق جوهري، لا يوجد فرق جوهري. الفرض الاصلي كان بيقول ان ميو 1 بيساوي ميو 2 بيساوي ميو 3، يبقى اولى نرفض لا يوجد فرق جوهري، اولى نرفض الفرض الاصلي والفا بيساوي 5%. يعني هذا القرار احتمال خطأ بيساوي 5%، احتمال صحيح طبعا 95%. هنا في مسألة ثانية بتقول اختير ثلاث عينات عشوائية أحجامها على التوالي 30 و20 و15 مفردة. يعني نون 1 30 ونون 2 20 ونون 3 15، لما نجمعهم على بعض 30 و20 و15 يبقى حجم العينة كل نون 65. وتم إيجاد الوسط الحسابي لكل منها، فكان الوسط الحسابي 10 و8 و6. يعني الوسط حساب العينة الأولى اللي هو صاد شرطة 1 بيساوي 10، الوسط حساب العينة الثانية صاد شرطة 2 8، الوسط حساب العينة الثالثة صاد شرطة 3 بتساوي 6. طب وبعدين؟ وكان مجموع مربعات القيم بتساوي 6653 و85. مجموع مربعات القيم اللي هو مج صاد تربيع، اللي هو إيه؟ مج صاد تربيع. طيب أنا دلوقتي عايز أجيب إيه؟ أنا عايز أجيب مج صاد، أجيبها إزاي؟ أنا كان عندي قانون زمان بيقول إن الوسط الحسابي لأي حاجة يساوي مجموعها على عددها. صاد شرطة يساوي مج صاد على نون، سين شرطة بيساوي مج سين على نون، أي حاجة بشرطة بيساوي مجموعها على إيه؟ على نون. أنا عايز أجيب مج صاد، فطبعًا أقول صاد شرطة، بما إن صاد شرطة بيساوي مج صاد على نون، صاد شرطة يعني صاد شرطة على واحد بيساوي مج صاد على نون. يعني كأن مج صاد هتساوي صاد شرطة في نون. مج صاد الأولانية هتساوي صاد شرطة في نون، اللي هو المقاصط أو الطرفين في الوسطين. هنجيبها دلوقتي نشوف هنجيب مج صاد ازاي. مج صاد بتساوي نون في صاد شرطة، يبقى مج صاد واحد هتساوي
نونو واحد في صاد شرطة واحد 30 في 10 ب 300، مج صاد 2 20 في 8 ب 160، مج صاد 3 15 في 6 بكام دي يا ربي؟ 15 في 6 ب 90. مج صاد 1 يعني مجموع العمود الأولاني، ومج صاد 2 مجموع العمود الثاني، ومج صاد 3 مجموع العمود الثالث. لما تجمع الثلاث أرقام على بعض هتطلع 550 اللي هي مج صاد، وهو مديني مج صاد تربيع بيساوي 6653 و85. خلاص بقى المسألة كده اتحلت، مبقاش فيها مشاكل. الخطوات الستة: أولاً الفرض الأصلي أو فرض العدم، 101 بيساوي 102 بيساوي 103، دايماً فرض العدم يعني عدم الاختلاف يبقى بيساوي بعض. الفرض البديل هناك متوسط واحد على الأقل مختلف. ثالثا ألفا بتساوي 5% للمستوى المعنوي. رابعا المقياس المناسب أو التوزيع المناسب توزيع F أو توزيع F. خامسا العمليات الحسابية، العمليات الحسابية ثلاث خطوات. نجيب اس اس توتال اللي هي مجلس التربيع، لو مدوني 6653 وشوية ناقص مجلسات 550 اللي أنا حسبتها كل تربيع اللي فوق بس على نون، نون كلها كانت 65، يبقى كان اس اس توتال دي اول خطوه في العمليات الحسابيه يطلع 2000. بعد كده حضرتك واجيب الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه في العمليات الحسابيه. الخطوه الثانيه في العمليات الحسابيه اس اس تي ار اس اس تريتمنت، هتساوي مجموع العمود الأولاني كل تربيع على نون واحد، زائد مجموع العمود الثاني كل تربيع على نون اثنين، زائد وهكذا، ناقص مج صاد كل تربيع اللي فوق بس على نون. يعني كأن اس اس تي ار أو تريتمنت هتساوي 300 تربيع على 30، زائد 160 تربيع على 20، زائد 90 تربيع على 15، ناقص 550 كل تربيع اللي فوق بس، اللي هي مج صاد كل تربيع اللي فوق بس، على 65 يطلع 166 و15. يبقى انا جبت اس اس توتال كان 2000 اللي هو بالاحمر دوت، واس اس تريتمنت اللي هو 166 و15، اس اس ايرور اللي هو الفرق بينهم بقى، الفرق بين 2000 و166 و15 يطلع 1833 و85. درجات الحريه ده احنا مش لازم نكتب، يعني ممكن نكتب دي اف لدرجه الحريه ونكتب اس اس مجموع المربعات. يعني درجات الحرية الأولانية كف ناقص واحد كانوا تلات عينات ناقص واحد اتنين، تحت خالص كان نون ناقص واحد 65 ناقص واحد 64. درجات الحرية بتاعت اس اس ايرور دي ايكوال كانت بتساوي نون ناقص كاف 65 ناقص 3 62، أو لو جمعت 2 و62 يطلع 64. ام اس اللي هي متوسط المربعات اللي هي العمود 2 على العمود 3، يعني 166 و15 على 2 فيها 83 و8، 1833 و85 على 62 يطلع 29 و57. الأخرانية ما بنعملهاش، ملهاش لازمة. اف المحسوبة هتساوي متوسط المربعات الأولاني على متوسط المربعات الثاني، 83 و8 على 29 و57 تطلع 2.8 من عشرة. دي فين المحسوبة أو اف نجمة؟ بنقارنها في النظرية، في النظرية بنجيبها من الجدول بدرجات حرية 2 و62، يعني العمود 2 والصف 62 في الجدول هتلاقيها 2 و82. أنا ممكن أديلك في المسألة أقول لك إذا علمت أن فيه 2 و62 هتساوي كذا، ومش في الجدول، لو أنت عايز في البيت وعايز تحسبها بتدور في الجدول، جدول توزيع F تحت العمود 2 والصف 62 هتلاقي الرقم 2.82. فين المحسوبة 2.8 من عشرة وفين النظرية 2.82؟ المحسوبة أصغر، يبقى لا يوجد فرق جوهري، أو لا نرفض الفرض الأصلي، يعني 101 بيساوي 2 بيساوي 3، الكلام ده مش أكيد، الكلام ده باحتمال ألفا بتساوي إيه. اللي فات كان تحليل التباين في اتجاه واحد. الحاجة التانية اللي هي تحليل التباين بقى في اتجاهين. تحليل التباين في اتجاه واحد كان بيفترض ان هناك عامل بيأثر على المتغيرات، عامل يمثل الأعمدة، لكن تحليل التباين في اتجاهين في عاملين يؤثران في الظاهرة اللي احنا بنحاول نقيسها. عامل يمثل الأعمدة او المعالجات
وعامل يمثل الصفوف أو القطاعات. يعني هنا الأعمدة يبقى اسمها المعالجات، والصفوف تسمى بالإيه؟ بالقطاعات. ويتم، وطبعا إحنا هنعمل تحليل تباين في اتجاهين إزاي؟ هنعمل نفس الخطوات اللي فاتت بس في العمليات الحسابية، هنزود خطوة اللي هي اس اس بلوكس، اس اس بي اس اس بلوكس، دي هتساوي مجموع الصف الاولاني كل تربيع زائد مجموع الصف الثاني كل تربيع زائد الثالث كل تربيع وهكذا على كاف، كاف اللي هي عدد الاعمده ناقص مج صاد كل تربيع اللي فوق بس على دي. ده اسمه تحليل التباين في اتجاهين او تصميم القطاعات كامله التعشيه. هو نفس الحكايه. في مثال على الحكاية دي مديني هنا القنوات، قنوات التلفزيون ام بي سي وسي بي سي، دي ام سي، روتانا، مش عارف ايه ايه، مديني كام قناة، 1 2 3 4 5 6 قنوات، مش مهم اسمها ايه. دي الأعمدة، الأعمدة عبارة عن كام؟ 6 قنوات، والصفوف عبارة عن 3 صفوف. الصفوف اللي هم الناس اللي هم أقل من 30 سنة، والناس من 30 لـ50، والناس 50 في أكثر، والمجموع. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني هو خد عينة من عندك 18 شخص وسألهم. الشخص الأولاني كان عمره أقل من 30 سنة وبيتفرج على ام بي سي 8 ساعات، الشخص الثاني عمره من 30 لـ50 واتفرج على ام بي سي 4 ساعات وهكذا. يعني مجموع اللي بيتفرجوا على ام بي سي، يعني مجموع العمود الاولاني 15 والثاني 20، الثالث كذا والرابع كذا وهكذا. الناس اللي عمرهم اقل من 30 سنه كان عدد ساعات الفرجه بتاعتهم 43، والتانيين من 30 ل 50 دول كان 32 ساعة، والتلاتين كانوا 25 ساعة. مجموع ساعات الفرجة كلها كانت 100 ساعة. واللي فرض أن المجتمعات موزعة توزيع طبيعي ولها تباين متساوي، لازم نقول هذا الكلام وإلا هيبقى إحصاءات لا معلمية. فرض أن المجتمعات موزعة توزيعا طبيعيا ولا تباين متساوي، أو بفرض توافر شروط تصميم القطاعات كاملة التعشية المطلوب، هل هناك تأثير جوهري للأعمدة أو المعالجات أو القنوات التلفزيون على المشاهدة، ولا هل فيه تأثير جوهري ولا مفيش، أو في فرق جوهري بينهم ولا لأ؟ يعني في بعض مثلا الناس بتوع التلفزيون قناة أي حاجة مثلا سي بي سي يقولوا ده احنا عندنا الفرجة، الناس بتتفرج، أو مثلا بتوع روتانا دول ممكن يقول لك إيه، لا 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 ده احنا عندنا الفرجة يعني أكتر من أي قناة تانية، ده احنا عندنا المفروض الساعات التلفزيون الإعلان يعني يبقى أغلى من أي حد تاني. فاحنا ك يعني ناس عندنا شركات وبنعمل اعلانات، يهمنا نعرف والله صحيح هذه القناه مثلا هي الناس بتتفرج عليها اكتر ولا مفيش فرق جوهري بينهم. والله لو مفيش فرق جوهري بينهم نعمل عند ارخص واحده، لو في فرق جوهري بينهم بقى نشوف مين الاكتر، وبالتالي نحاول ان احنا نعلن فيها. يعني اول سؤال، هل في فرق جوهري او تاثير جوهري بين قنوات التلفزيون او بين الاعمده ولا لا؟ ده تحليل تباين في اتجاه واحد. السؤال الثاني، هل في فرق جوهري بين الصفوف او القطاعات او العمر؟ يعني هل الصغيرين في السن اللي اقل من 30 مفيش فرق بينهم بين 30 و50، مفيش فرق بينهم و50 واكثر، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ يعني انا في عاملين، بنفترض ان هناك عاملان يؤثران في الفرجة على التلفزيون، العامل الأولاني نوع القناة، أما العامل الثاني فهو العمر.
هل القنوات كلها زي بعضيها؟ الناس بتتفرج كده وخلاص، حاجة تدوشها عشان يروحوا في النوم، يعني مفيش فرق جوهري، بيتفرجوا كده والسلام. والله لو بيتفرجوا كده والسلام احنا نعلن في أرخص واحدة فيهم. أو في فرق جوهري بقى بينهم، لا احنا عايزين القناة الفلانية دي، يبقى احنا ايه نروح نعلن فيها بقى. فعايزين نعرف دلوقتي أول حاجة فرق جوهري أو تأثير جوهري للقناة، يعني للأعمدة. السؤال الثاني، هل في فرق جوهري أو تأثير جوهري بين الأعمار ولا لا؟ إذا علمت أن فيه 5 و10 بتساوي كذا وفي كذا، دي فيها النظرية اللي هو بيديهاني، دي فيها النظرية. في ممكن طالب يسأل يقول لي طب أنا إيش عرفني؟ إيش عرفني إن ده تحليل التباين في اتجاه واحد ولا في اتجاهين؟ يا ابني أنا بسأل سؤالين، يبقى تحليل التباين في اتجاهين. السؤال الأولاني خاص بالأعمدة أو المعالجات أو قنوات التلفزيون، والسؤال الثاني خاص بالصفوف أو القطاعات أو الإيه أو العمر. إحنا هنمشي زي اللي فاتت بالظبط، زي المسألة اللي فاتت بالظبط، بس بنزود حاجة اللي هي اس بلوكس في العمليات الحسابية. نشوف هتحل إزاي المسألة دي. برضه هنقول بيانات الأسئلة للتمرين، مادة صاد هتساوي القيم كلها 8 زائد 4 زائد مش عارف كام زائد كام زائد كام، هيساوي 100. مجد صاد تربيع يبقى مجد 8 تربيع زائد 4 تربيع زائد مش عارف ايه تربيع، وهكذا يطلع 736. حجم العينة الكلي نون، نون 1 زائد نون 2 زائد نون 3 لغاية نون 6، كانوا كلهم قد بعض، 3 زائد 3 زائد 3 3 في 6، 3 في 6 ب 18. كاف اللي هي عدد الأعمدة أو عدد العينات أو عدد المعالجات 6. ب اللي هي البلوكس بقى أو عدد الصفوف، ده رمز جديد دوت، ب ب أو ب هتساوي 3. الخطوات زي ما قلنا قبل كده 6 خطوات. أول خطوة فرض العدم، والثانية الفرض البديل، والثالثة المستوى المعنوية وهكذا. بس فرض العدم هنا في فرضين بقى، لأن أنا عندي سؤالين، سؤال خاص بالأعمدة وسؤال خاص بالصفوف. فرض العدم لا يوجد عدم، يعني لا يوجد فرق جوهري بين الأعمدة أو المعالجات أو القنوات التلفزيون يعني. فرض العدم الثاني لا يوجد فرق جوهري بين الصفوف أو القطاعات أو الأعمار المختلفة. ثانيا الفرض البديل، فرض العدم لا يوجد، لا يوجد فرض البديل، يوجد فرق جوهري، يوجد فرق جوهري. دي الخطوة الأولانية والخطوة الثانية زي اللي فاتت بالظبط، بس فرض العدم فرضين وفرض البديل برضه فرضين. خطوة ثالثة اللي هم 6 خطوات، ألفا بتساوي 5%، على طول احنا شغالين بألفا 5%. رابعا المقياس المناسب توزيع اف او توزيع في. خامسا العمليات الحسابيه، كانوا 3 خطوات، هنا هيبقوا 4 خطوات. اس اس توتال نفس قانون مجسات تربيع ناقص مجسات كل تربيع اللي فوق، بس على اللي هي 736 ناقص 100 تربيع على 18 يطلع 180 وشويه. بعد كده اس اس تي ار اس اس تريتمنت، مجموع العمود الاولاني كل تربيع على نون 1، مجموع العمود الثاني كل تربيع على نون 2 وهكذا. بس هنا هتلاحظوا ان نون 1 قد نون 2 قد نون 3، فناخدهم كلهم مقام واحد بقى. لو كانوا كلهم قد بعض يبقى ناخد على اي نون اللي هي 3 وخلاص، اي واحده من المقام هنا مشترك 3. يبقى كان العمود الاولاني كل تربيع زي المجموع العمود الاولاني كل تاني كل تربيع زي التالت وهكذا على نون 1 ناقص مقصاد كل تربيع اللي فوق بس على نون، يعني 15 تربيع زي 20 تربيع زي كلها بقى على 3 ناقص 100 كل تربيع اللي فوق بس على 18، يبقى اس اس تريتمنت هتطلع 94 و44 من 100. الخطوه الجديده بقى اللي هي اس اس بلوكس اللي هي مجموع مربعات الاختلاف بين الصفوف، اللي قلت لحضراتكم قانون بتاعها، مجموع الصف الاولاني كل تربيع زائد مجموع الصف الثاني كل تربيع وهكذا والثالث على كاف ناقص مجموع صادر كل تربيع اللي فوق بس على نون.
يعني 43 تربيع زائد 32 تربيع زائد 25 تربيع على 6 ناقص برضه ما هي كل تربيع يعني على 18 يطلع ايه 27 44. يبقى اربع خطوات في العمليات الحسابيه اللي هي اس اس توتال اللي هي الحمراء 180 واس اس تريتمنت اللي هي 94 44 واس اس بلوكس اللي هي 27 44 ونعمل جدول تحليل التباين اللي هو انوفا تيبل. جدول تحليل التباين، جدول تحليل التباين برضو خمس أعمدة، مصدر الاختلاف ده السورس اوف فاريشن يعني مجموع المربعات اس اس ساعات مكتوب اس اس درجة الحرية دي اف، متوسط المربعات اللي هو ام اس مين سكوير واف نجمة او ف نجمة المحسوبة. مصدر الاختلاف احنا هنزود هنا بس اس 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 بي اس اس بلوكس، يعني احنا عملنا اس اس توتال اللي تحت 180 44 واس اس تريتمنت اللي فوق خالص 94 44 واس اس بلوكس 27 44. الاس اس ايرور اللي هي الفرق بقى اللي هي الفرق بين ال 180 ناقص افتح قوس ال 94 وال 27، يعني الفرق المتمم بتاعهم يطلع 58 و56 بالمية. ده العمود الثاني. العمود الثالث اللي هو درجات الحرية نفس القوانين، اس اس توتال كانت 2 ناقص 1 اللي كانوا 18 ناقص 1 17، اس اس تريتمنت كانت كاف ناقص 1 عدد الأعمدة 6 ناقص 1 ب 5. طيب اس اس بلوكس الجديدة دي بقى بين الصفوف عدد الصفوف ناقص 1 بي ناقص 1 أو بي ناقص 1 3 ناقص 1 ب 2. نيجي بقى للايه؟ للاس اس ايرور. يا رب يا ربي دي درجات الحريه بتساوي ايه؟ ممكن واحد يجمع 5 و2 7 ومجموع الكل كان 17 يبقى يجيب الفرق بينهم 10. لا احنا مش عايزين كده. هو صح طبعا حسابيا كده صح. 5 و2 7 ناقص 17 يبقى 10. لكن في مسائل يعني مش هتتحل، لازم تعرف ليها قانون بقى. اس اس ايرور ايكوال كاف ناقص 1 في بي ناقص 1، كاف ناقص 1 في بي ناقص 1، كاف ناقص 1 في بي ناقص 1 يعني 5 في 2 ب 10. يبقى كأن درجات الحرية درجات درجات الحرية بتاعت اس اس ايرور كاف ناقص 1 في ب ناقص 1 يعني 5 في 2 ب 10. يبقى احنا نحفظ دي قوانين درجات الحرية بتاعت اس اس تريتمنت كاف ناقص 1 6 ناقص 1 ب 5، درجات الحرية بتاعت اس اس بلوكس عدد الصفوف ناقص 1 ب ناقص 1 ب 2، درجات الحرية بتاعت كل نون ناقص 1 نون كانت 18 ناقص 1 ب 17، درجات الحرية بتاعت اس اس ايرور هتساوي نحفظها بقى من جواز الطرح او ممكن نجاوب الطرح في المسألة دي عادي نجاوب بالطرح، لكن في مسائل تانية مش هتنفع بالطرح. فسعادتك المسائل التانية هتبقى كاف ناقص 1 في ب ناقص 1 يبقى 5 في 2 ب 10. متوسط المربعات نفس القانون، العمود 2 على العمود 3، العمود 2 على العمود 3، العمود 2 على العمود 3، ثلاث أرقام الأخرانية مش عايزينها. هنجيب فيه المحسوبة، فيه المحسوبة هنا عندنا اتنين فيه، فيه واحد وفيه اتنين، فيه واحد خاصة بالأعمدة أو المعالجات وفيه اتنين خاصة بالصفوف أو القطاعات. فيه واحد هتساوي 18 98 على 5 56 هتطلع 3 وشوية 23. فيه اتنين نجمة هتبقى 13 و72 على برضو 5 65. دي بالنسبة الخطوة الخامسة اللي هي العمليات الحسابية. بعد كده حضراتكم هنشوف الخطوة نمرة 6. الخطوة نمرة 6
اللي هي القرار. أنا عندي قرارين، قرار بالنسبة للأعمدة وقرار بالنسبة للثقوب. بنقارن فيه واحد نجمة بفين نظرية بدرجات حرية 5 و10، ونقارن فيه اتنين نجمة بدرجات حرية بتاعتها اللي هي 2 و10. هنشوف دلوقتي القرار عبارة عن إيه. سادسا القرار، عندي قرارين، قرار بالنسبة لفئة واحد وقرار بالنسبة لفئة اتنين. قرار بالنسبة للأعمدة أو المعالجات أو قنوات التلفزيون، وقرار بالنسبة للصفوف أو الأعمار، الأعمار بيد الله. القرار الأولاني، فيه واحد نجمة أصغر من فيه النظرية، لأن فيه النظرية كانت 3 و33، كانت 2 وشوية، يبقى لا يوجد فرق جوهري بين الأعمدة أو المعالجات أو القنوات، أو لا نرفض فرد العدم، وألفا بخمسة في المية، يعني مفيش فرق بين القنوات. يعني اتضح لي من هذه التجربة أنه لا يوجد فرق جوهري بين القنوات وبعضيها، يعني مفيش دي في المجتمع اللي إحنا خدنا منه العينات دي، مفيش فرق جوهري، يعني إحنا بقى بالتالي مفيش قناة احسن من القناه الثانيه، الفرق مش جوهري. يبقى احنا لو احنا عايزين نعمل اعلان نعمل في القناه الارخص بقى، ما دام فيش فرق جوهري، او الناس ما بتفرقش معاها، يتفرجوا على اي حاجه وعايزين حاجه توش وخلاص، يعني مش بيروحوا على قناه بعينها. لو كانوا بيروحوا للقناه بعينها يبقى في فرق جوهري. يبقى بالتالي القرار الاولاني ما فيش فرق جوهري بين الاعمده او المعالجات او القنوات، او لا نرفض فرد العالم، يعني مفيش فرق بينهم، كلهم زي بعض. بالنسبة للقرار الثاني بقى، فيه اتنين برضو نجمة أصغر من فيه النظرية اللي هي 4 و1 من 10، يبقى برضو لا يوجد فرق جوهري بين الصفوف أو القطاعات أو الأعمار، كل الناس بتتفرج على القنوات، مفيش فرق، في فروق ولكنها فروق مش جوهرية، يعني لا يعتد بها إحصائية، وألفا بتساوي 5%. في مسألة بقى الحقيقة، يعني غريبة شوية، بيديني بيانات تعبر عن متوسط عدد مرات الغياب طبقا لنوعية العمل، المعالجات، بيديني نوع العمل والمتوسطات، يعني بيديني 3 أنواع من عمال، في مهندسين وإداريين وعمال، 3 مستويات وظيفية، مهندسين وإداريين وعمال، واللي دي المعالجات أو الأعمدة، يبقى عدد الأعمدة باينة كده إن هي 3، مدير المتوسطات، مش مدير القيم، متوسط عدد مرات الغياب بالنسبة للمهندسين متوسط، خلي بالك 4.5، متوسط عدد مرات الغياب للإداريين 3 3 أيام في الشهر، متوسط مرات الغياب للعمال 5.25 في الشهر. دي المعالجات، مدين متوسط المعالجات، المعالجات 3 معالجات اللي هي كاف، هنا بقى نقدر نستنتج ان كاف بتساوي 3، وصاد شرطة 1 4.5، وصاد شرطة 2 3، وصاد شرطة 3 بتساوي 5 و65. طيب وبعدين نقرا بقية المسألة، بيقول لي بيانات تعبر عن متوسط عدد مرات الغياب طبقا للخبرة أو القطاعات أو الصفوف. سنوات الخبرة مدهاني أقل من 5، 5 إلى أقل من 10، أو 10 إلى أقل من 15، ومن 15 إلى 20، ودي المتوسطات برضو 4 و3 و4 و6، يعني كأن عدد المتوسطات أو عدد الصفوف اللي هي ب بتساوي 4، ومديني مقاسات تربيع 251. طب جميل جدا جدا جدا. وبعدين بيسألني شوية أسئلة بقى كده، بيقول لي اعمل جدول تحليل التباين. وبعدين هل هناك اختلاف جوهري؟ قلت له هل هناك اختلاف جوهري طبقا لنوعية العمل؟ يعني تحليل التباين في بين الأعمدة، كانوا بيسأل على الأعمدة. سألت أنا هل هناك اختلاف جوهري طبقا لسنوات الخبرة
تحليل التباين في اتجاه في بالنسبة للصفوف في اتجاه تاني. أربعة بقى، هل كان قرارا سليما أن يطبق تصميم القطاعات كاملة التعشية يعني في اتجاهين؟ هل كان قرارا سليما أن يطبق تحليل التباين في اتجاهين؟ أم من الأفضل تصميم التجارب في اتجاه واحد أو تحليل التباين في اتجاه واحد؟ نشوف مسألة غريبة جدا جدا مش طبيعية، نشوف إيه الحكاية. أنا بحب بقى بقول إيه دلوقتي، نوع العمل الأعمال كانوا ثلاثة، مهندسين إداريين عمال متوسط الخبرة برضو أقل من خمسة، 15 20. أنا بعمل بس الجدول ده عشان أوضح الحكاية. هو كان مديني متوسط المهندسين، هو قال لي متوسط المهندسين 4.5، الإداريين 3، العمال 5.25، وبعدين متوسط الخبرة مديهوني 4 و3 و4 و6، مديني المتوسطات. أنا عايز المجموع، مجموع العمود الأولاني. المتوسط 4.5، هنا مديني متوسط كام خانة؟ 1 2 3، متوسط 4 خانات 4.5، يبقى مجموعهم كام؟ 4 في 4.5 ب 18. متوسط عمود الإداريين 3، وهم كام؟ 1 2 3 4، يبقى مجموعهم 3 في 4 ب 12. متوسط عمود العمال كان 5.25، هم كانوا كام خانة؟ 1 2 3 4، يبقى 4 في 5.25 ب 21. يبقى انا كده جبت مجموع العمود الاولاني. انا ما يهمنيش اللي في الوسط، انا يهمني المجموع اللي هي مقصاد، مقصاد 1 18، مقصاد 2 12، مقصاد 3 21. كذلك نقدر نجيب مجموع الصفوف. الصف الاولاني متوسطه 4، وهم كانوا 3 خانات، 3 خانات متوسطهم 4، يبقى مجموعهم 12، 4 في 3 ب 12. هنا 3 خانات متوسطهم 3، يبقى مجموعهم 9. هنا 3 خانات مجموعهم متوسطهم 4، يبقى 12. 3 خانات متوسطهم 6، يبقى 18. لو جمعنا المجموع بالطول وبالعرض هيطلع 51، اللي هي تبقى مقصاد. يبقى هو مديني مقصاد تربيع، وانا عندي مقصاد حسبتها اهو بطريقه معينه. نون حجم العينه الكلي هتساوي 4 هم و4 و4 يبقى 12، كاف عدد الأعمدة 3، ب عدد الصفوف 12. كده احنا جبنا كل البيانات، مقصاد ومقصاد تربيع ونون وكاف وب، مش عايزين أكتر من كده. شوف بقى التمرين هتحل ازاي. الخطوات كانت 6 خطوات، احنا عارفين تحليل التباين في اتجاهين 6 خطوات. اول خطوة بنجيب فرض العدم، فرض العدم فرضين، لان فرض بالنسبة للأعمدة وفرض بالنسبة للصفوف. فرض العدم الاولاني اللي هو الفرق الجوهري بين المعالجات او بين الأعمدة او ما بين القطاعات الوظيفية المختلفة اللي هي عمال واداريين ومهندسين. فرض العدم الثاني، لا يوجد فرق جوهري بين القطاعات او بين الصفوف او بين عدد سنوات الخبره. ثانيا الفرد البديل، فرد العدم لا يوجد لا يوجد لا يوجد، يبقى الفرد البديل يوجد 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 فرق يوجد فرق يوجد فرق. ثالثا الفا بتساوي 5%. رابعا المقاس الاحسان المناسب توزيع فيه. العمليات الحسابيه هنا 4 عمليات، لان تحليل التباين في اتجاهين. اس اس توتال هتساوي مقصاد تربيع ناقص مقصاد الكل تربيع اللي فوق بس على نون، يعني 251 جبتها، ناقص 51 تربيع على 12 يطلع 34 و25. اس اس تريتمنت بقى المعالجات، هم كلهم قد بعض، يعني نون 1 قد نون 2 قد نون 3، يبقى مجموع العمود الاولاني كل تربيع زائد الثاني زائد الثالث ليها مقام واحد بس على نون 1، ناقص مقصاد الكل تربيع اللي فوق بس على نون. اس اس تريتمنت هتطلع 10.5. هم 4 خطوات، يبقى ناقص نجيب اس اس بلوكس بقى.
اس اس بلوكس هتبقى مجموعة الصف الأولاني كل تربيع زائد الثاني كل تربيع زائد وهكذا على كاف ناقص مجموعة صادر كل تربيع وتنشر الحمراء دي النقطة والأحمر عشان تنتبهش على نون يعني 12 تربيع زائد 9 تربيع وهكذا على كاف 3 أعمدة ناقص 51 تربيع على 12 يطلع 14 وربع. الخطوة الرابعة في العمليات الحسابية اللي هي جدول تحليل التباين أو الأنوفا تيبل، حضراتكم عارفين إن هو 5 أعمدة، مصدر التغير اس اس تريتمنت اس اس بلوكس اس اس ايرور اس اس توتال. أنا جبت الـ3 أعمدة، جبت الاس اس توتال واس اس تريتمنت واس اس بلوكس، أقدر أجيب الاس اس ايرور اللي هو عن طريق الطرح. درجات الحرية الأولانية كاف ناقص واحد، عدد الأعمال ناقص واحد، 3 ناقص 1 باتنين، التانية بلوكس عدد الصفوف ناقص واحد، 4 ناقص 1 بتلاتة، واتنين في تلاتة في ستة، اس اس توتال حجم العينة الكلي كانوا هما 12، 12 ناقص واحد ب11، متوسط المربعات العمود 2 على العمود 3 على العمود 2 العمود 2 على العمود 3 والاخرين مش عايزينها. في واحد نجمة، في واحد نجمة هتساوي في واحد نجمة هتساوي 5 وربع على الواحد 45 تطلع 3.4، في اتنين نجمة 4.75 على واحد 45 تطلع 3.8%. هقارن فيه واحد وفيه اتنين بفيه النظرية، فيه واحد هتبقى بدرجات حرية النظرية بدرجات حرية 2 و6، وفيه اتنين بدرجات حرية 3 و6. هقارن في واحد فيه واحد نجمة وفيه اتنين نجمة، فيه واحد النظرية وفيه اتنين النظرية. والله لو المحسوبة أكبر يبقى في فرق كبير وجواري، لو أصغر يبقى الفرق بسيط وراجع للصدفة مفيش فرق جواري. هنشوف دلوقتي القرار. القرار هنا مديني فيه النظرية الأولانية كانت 2 بدرجة حرية 2 و6، مداني في المسألة 5 و14، وفيه النظرية التانية درجات حرية 3 و6 مش باينة كام، بس ممكن نجيبها ببساطة يعني. في واحد نجم أصغر من فيه النظرية يبقى مفيش تأثير جوهري للأعمدة أو المعالجات، يعني مفيش فرق جوهري ما بين المستويات الإدارية العمال والإداريين والمهندسين في الغياب، مش فرق بينهم كلهم بني آدمين. القرار التاني في 2 نجمة أصغر من فين النظرية يبقى مفيش فرق جوهري برضه بين إيه سنوات الخبرة وبعض، والكلام ده كله بمستوى معنوي ألفا تساوي 5%. المطلوب الرابع بيقول لي هل كان قرارا صائبا ان احنا نستخدم تحليل التباين في اتجاهين، ولا كان كفايه ان احنا نستخدم تحليل التباين في اتجاه واحد. اولا لو احنا طبقنا التجربه باستخدام تحليل التباين في اتجاهين، المعالجات زي ما شفنا المعالجات ليس لها تأثير أو الأعمدة ليس لها تأثير أو مفيش فرق جوهري ما بين المستويات الوظيفية المختلفة، وكذلك مفيش فرق جوهري ما بين سنوات الخبرة المختلفة. يعني تطبيق التجربة باستخدام تحليل التباين في اتجاهين يعني التجربة دي فاشلة أصلا، مفيش تأثير لدول على الغياب ولا تأثير لدول. يعني قد يكون في متغيرات أخرى غير المستويات الوظيفية وغير الإيه وغير سنوات الخبرة. التجربة دي مش نافعة، المفروض نعمل تجربة تانية بقى نغير المتغيرات. يبقى هو عشان لو استخدمنا تحليل التباين في اتجاهين، أو خلاصة القول يعني لما نستخدم تحليل التجارب تحليل التباين في اتجاهين
يبقى قرار مش سليم، لأن احنا شايفين لا الأعمدة بتأثر ولا الصفوف ايه بتأثر جوهريا، أكيد في حاجة تانية. السؤال الثاني، قلت لو كنا استخدمنا تحليل التباين في اتجاه واحد، هل كان يبقى هيديني قرار سليم ولا مش سليم؟ بص حضراتكم، لو عملنا تصميم التجارب او تحليل التباين في اتجاه واحد، اس توتال هتطلع هي اللي هي كانت 34 25، واس تريتمنت برضو هتطلع زي ما هي لنفس القانون 10.5، والاس اس ايرور بقى هيبقى الفرق بينهم اللي هو 10.5 ناقص 34 وشويه هتطلع 23 75. درجات الحريه بتاعت اس اس توتال هي 2 هي 11، ودرجات الحريه بتاعت تريتمنت برضو 2، لكن بتاعت الايرور بس اللي هتتغير هتبقى 9. ام اس متوسط المربعات هو، لكن متوسط المربعات بتاع الايرور هيختلف، يبقى بالتالي الصف بتاع اس اس تريتمنت هيبقى زي ما هو لان نفس القوانين بالظبط، والصف بتاع اس اس توتال هيبقى زي ما هو، اللي هيتغير هو اس اس ايرور اللي هو الفرق بينهم. وبالتالي لو جبنا فين المحسوبة هتطلع 91، وهتطلع أصغر من فين النظرية، يبقى لا يوجد تأثير جوهري. إذا تصميم التجربة باستخدام اتجاه واحد برضو مش قرار سليم، زي ما كان تصميم التجربة باستخدام اتجاهين برضو غير سليم. بس أشكركم.